ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي مظفر الخميسي الذي ينضم إلينا من أمستردام. أهلا بكم من جديد سيد مظفر. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. مساء النور. أكد الكاظمي في برنامجه أنه سيحارب الفساد، اليوم بعد 6 أشهر من تنصيبه، كيف يمكن تقييم إنجازات حكومته في ملف الفساد؟ بصراحة قلناها ولا نزال نقولها أن الكاظمي جاء لتدير صفحة حكومة قتلت الشباب العراقي أمام الرأي العام الغربي الذي شهد على شاشات الفضائيات كيف تم قمع المتظاهرين السلميين واستعمال العنف المفرط معهم. وحتى لو تمر سنوات طويلة لن يستطيع الكاظمي أن ينجز أي إنجاز صغير ضد الفاسدين، لأنه هو حكومته جزء من منظومة الفساد المستشري في جميع العراق، وهو والطبقة المحيطة به مصممين على التغطية على هذا الفساد. نعم. إلى أي مدى تمكنت لجنة التحقيق في قضايا الفساد وتوقيف الفاسدين من تحقيق أهدافها مثل ما وعد الكاظمي في وقت سابق؟ إن من يريد أن يوقف رؤوس الفساد يجب أن يتحلى بالشجاعة والأمانة والقوة، ويجب أن يملك خطة واضحة لضرب الفاسدين وقوة غاربة تقوم بتنفيذ الأوامر التي تأتي إليها. إذا كانت هذه اللجان التي ينشئوها منذ 2003 هي فاسدة بالأصل وتتكون من رؤوس فاسدة وأعضاء فاسدين، كيف تستطيع أن تحارب الفساد؟ وإذا كانت اللجنة التي أنشأها هي بالأصل تحتوي على رؤوس كبيرة فاسدة وأسماء متهمة بالفساد، إذا من الطبيعي أن تتحول إلى لجنة ابتزاز وطمطم ومسح الأدلة على الفاسدين، ولن تقوم بالعكس. نعم، كيف تفسر تسويات لجنة التحقيق في قضايا الفساد مع الفاسدين الذين تم توقيفهم والتي تعتبر سابقة في القانون والأعراف الإدارية؟ أراها محاولة بائسة وتقليد غبي وأرعن لما فعله محمد بن سلمان في السعودية مع كبار التجار الأثرياء، وضرب ضروب الخيال تطبيقها في العراق، محاولة تنفيذه مع الفاسدين في العراق، لأنه كما سبق وقلنا أن من يريد تنفيذ هكذا خطوة يجب أن تكون لديه قبضة حديدية وليس كلام حماسي وإنشاء بائس وبوخ يتكلم باسم السلطة يحاول إيهام الرأي العام العالمي أنهم بصدد محاسبة الفاسدين. وكذلك أن الفشل في تطبيقها فورا يعطي إشارات خاطئة للفاسدين بأن يستمروا بفسادهم، لأن الدولة بصدد أنها ستقوم بتسوية قضاياهم وفسادهم في يوم ما، أي أنها إشارة إلى الفاسدين بأن استمروا في فسادكم ليس أكثر. نحو 14,000 ملف فساد لا تزال حبيسة مكاتب المسؤولين، إلى أي مدى يحتاج تحريك هذه الملفات لقرار سيادي أم أنها ستصطدم بالمساومات السياسية؟ بصراحة باعتقادي أن هذا الرقم هو غير حقيقي، لأن هناك مئات آلاف القضايا التي تمت التغطية عليها ومسح سجلاتها بالحرائق المفتعلة والحوادث الغريبة وأن من يريد أن يفتح الملفات يجب أن يقوم بها رئيس السلطة التنفيذية، وما تقوم به حكومات الفساد في العراق هي إنشاء لجان أميبية تتوالد وتتكاثر. لنرى هناك لجان برلمانية ولجان قضائية ولجان وزارية ولجان تابعة لديوان الرئاسة ولجان تابعة لرئيس الوزراء، كل واحدة من هذه اللجان تملك ملفات فساد، يساوم أعضاء هذه اللجان أصحاب الملفات من أجل مكاسب مادية وحزبية. حتى وصل الأمر إلى تنيع هذه القضايا وتشتيتها، وأخذ الشارع العراقي يصبح يوميا على شخص يجلس أمام كاميرات يتحدث عن قضية فساد كبيرة لا يعرف بها إلا هو وجماعته. كيف يعكس الفساد على الاقتصاد العراقي وكذلك على المواطن؟ نعم، هو تأثيره واضح باستهلاك الميزانية وتفريغها لدفع الرواتب الخيالية والمنافع التي تصرف لأحزاب الأحزاب والمسؤولين، حتى بادت الدولة تستجدي المصارف الأهلية وهذه المصارف هي بالأصل متهمة بالفساد وتهريب العملة إلى الخارج وإلى إيران، وأصبح المستقبل مجهول للموظفين والمتقاعدين، وحتى أن الرواتب لم تدفع على الموظفين وقد أصبحنا على عتبات منتصف الشهر، كل ما يهم الحكومة هو صرف رواتب ربحة وصرف منافع وميزات ومخصصات نواب البرلمان والمسؤولين. وكنت أنا حذرت في لقاء سابق أن وزير المالية ومن بعده رئيس الوزراء في جولاتهم الأوروبية قد فشلوا في إقناع الدول الأوروبية في رفع اسم العراق من قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم حتى يتسنى لهم الاقتراب من الخارج،
ولكنهم فشلوا وسمعوا تقريع من الدول الأوروبية. للأسف المستقبل مظلم وكئيب، وأطراف الحكومة غير مهتمين بمعالجة جذرية للمشكلة. همهم الأول والأخير توفير رواتب لهذا الشهر، أما الشهر القادم فيحلها الحلال. وفقا لمعهد واشنطن للدراسات، فإن قضايا الفساد الكبرى في العراق تتطلب إجراءات حازمة. ما مدى جدية الحكومة الحالية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات؟ أكاد أجزم أن الكاظمي سيفشل في حل قضية واحدة من هذه القضايا الكبرى بسبب واحد، هو أن حكومة الكاظمي غير معنية بالفساد. حكومة جاءت لمغازلة أوروبا والعالم الخارجي واللعب على وتر إجراء انتخابات ديمقراطية، ولأن أوروبا والعالم يعرف بنفاق هذه الحكومة ويغض النظر عن فشلها في الداخل. لذلك سيبقى العنوان الرئيسي الذي تتجول به حكومة الكاظمي في العالم وشعار إنشاء انتخابات ديمقراطية ووضع العراق على الطريق الصحيح. أما كيف سيتم ذلك بحكومة هزيلة ترضخ لإرهاب الميليشيات فلا أحد يسأل عن ذلك. شكرا لك الصحفي العراقي مظفر الخميسي، حدثتنا عبر الهاتف من أمستردام.